اخويا رجع يا جدعان، صالح رجع يا خل. فين الشربات يا كراويه؟ امال انا قتلت مين؟ قلت لهم يا صالح، قلت لهم انك راجع، مش قلت لك يا بتاعك اخوك راجع؟ ما ماتش، انا عارف انه ما ماتش يا صالح. انت قلت مين اللي رجع؟ صالح القماش. صالح جوزي؟ كتني يا بت، كتني، ما تنطقيش وطي صوتك. انت عايز ابوزك يسمعنا يطفق الدنيا على دماغنا؟ مكان مات وخلصنا منه وترحلنا عليه وفضناها سير، راجع تاني ليه؟ نلاقيها من ولا من اخوه؟ انساهم، في حاجات كتيره صالح اتغيرت في غيابك. بركه ان انت رجعت لنا بالسلامه. انا محتاج لك يا صالح، وانا بالذات محتاج لك جنبي. روحي له يا رب، ما تنشفيش دماغك. هو مش اخوه رجع؟ روحي باركي له عادي. نرجع لجوزك يا فاطمه. بعدين شاف قصته جدك نشف راسه وطلع بيه مني. نزلت من ورا ظهري جاي تترمي في حضن عمتي. الشنطه دي بتاعتي، بتاعتي يا انا، اعمل فيها ما بدالي. عمتي وبنتها جايين يطمنوا عليا. فاطمه بنت ناس وبتفهم في الاصول وبتعرف ازاي تصون، بتعرف ازاي تصون جوزها. ما قلتلوش على اللي عمك عمله؟ بقوله سبت حق امك يروح، ولا وقفت زي العاجز ما عرفتش اعمل حاجه؟ قوله الحقيقه طه، قوله انك سكت عشان خاطر جدك في تربته. رجع الجدع، رجع الجدع وهد كل اللي انا بنيته في دم محل بصر. مبروك رجوع صالح. الله يبارك فيك. هو كويس؟ يبان انه كويس، بس صالح اللي رجع مش هو صالح اللي راح. لكن فوقك برضه انت اللي شفته من شويه. تمنيت الموت كتير. الحاجه الوحيده اللي كانت بتمنعني هو انتم. اصل انا مش فاتحها سبيل، لو مشيناها كده يبقى دي شغلانه تاثر العمر. هو انت فاكر لما هتيجي على الخل ربنا يكرمك وهتبقى كبير السوق؟ طب ادي فلوسك يا رشاده اهي، ادي فلوسك. ربنا يعلي مرتبك يا طه يا فندم. احنا لازم نتجوز. طه بعد اذنك. بعد اذنك انت بقى كفايه لحد كده، مش هفضل شايفك واقفه قدام رشاد واللي زيه واقفه اتفرج عليك. يعني انا عايز اشتري البكاوية. مال ما تغلاش عليك، يعني عيشه مستعجله وعلوان مستعجل وانت موافقه، انا يعني اللي اقف فيها. يلا على خيره الله. جرأة يا راجل انت، هو انت جاي هنا عشان تخرب عليها ولا عشان تعقلها؟ جاي عشان اعززها وانصفها. قومي يا بنت، بيت ابوكي مفتوح لك. ما اقدرش يا رشاد، لو عارف ان انا عايزه اتطلق هيفتكر ان انا بعمل كده عشان صالح. راهي طيبه وبنت حلال وتستاهل كل خير. انت كمان ادب طيبه وبنت حلال وتستاهلي كل حاجه كويسه. كنت بتطول كده يا صالح؟ كنت مسافر ظابط ملوي هدومي بعمل خديوي، فجاه لقيت نفسي بحارب حرب مش بتاعتي. انا عايزاكي تساعديني يا عمتي، الراجل خلاص اكل وشي. انا هقول لك تعملي ايه، بس حسك عينك حد يعرف ان انا اللي شرط عليكي بكده. خدها يا عيشة، انا ما يرضنيش ترجعي مكسورة. خدها يا بت. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك يا كبرنا. اخبار محضر السرقة ايه؟ شكلهم كده هتحفظوا على المحضر ضد مجهول. صالح امسك نفسك، لو عملت اي حاجة هتموت نفسك وتموتني، ما انا شايف اتفرج عليك. يعني قول يا عيشة، لو الفلوس اللي خدتها مني ما كفتهاش يعني ترجع لي تاني؟ حتى يا ست لو حقنا، الرجالة هي اللي بتجيب الحق، مش روح تمد ايدك للراجل اللي طردنا ويجي لحد عندي ويعايرني بيك يا عيشة. كنت فاكراك بتبالغ لما كنت بتقول انه لو مسك السوق هيبهدل الناس. عشان كده ما زعلتش منك. معذوره، ما انت ما تعرفيش حاجه عني. بس انا مدي ايدي عليكي تاني. خش حضري لي العشاء، يلا مفيش خروج. تعال. لا سمعينا زغرتك بقى يا نبوي. يلا. بس هي طبعا لازم توافق. انا موافقه يا بابا. على خيره الله. الموضوع اللي جابر عايزك فيه ما ينفعش يستنى. حد يتحرك. اتحركت هموت. يا ابني مش فاكر. استنى طه، لسه ما كملناش كلامنا. لا نكمله بقى لما تجيب حق البنت الغلبانه اللي راحت. قلت لك ما ينفعكيش. معلش يا عم امين، الغايب حجته معاه. لا يعني اخد دهبك بدل ما ازوده لك. ما انت بكره تجيب لي زيه واحسن منه كمان. نادرا عليا، الدهب ده يرجع لك الماس. ربنا يرحمه ويغفر لها. هي ماتت ازاي؟ سبب من النهارده انت غريب عليا، لا هتقرب مني ولا هتلمسني. انت قلبك طلع اسود قوي يا بنت الهمشيه. انا ما تعودتش حد يكسر عيني يا الوان. والله حال البلد دي ما هينصلح غير بولاد الحلال اللي زيي. امال ايه؟ اهم حاجه انا عايز ايصال مختوم بالتبرع اللي انا هدفعه. ارحم الناس عشان تلاقي اللي يرحمك.
ولا انا بكلم غلط؟ كلامك مظبوط وعين العقل، وعشان كده انا جاي مديلك ايدي في ايدك بالسلام. في ايدك انت وطه. هو فين؟ قاعد على القهوه. اخفى من هنا. الف الف مليون مبروك. مبروك يا عروسه. ما يبارك فيه. مش هوصيك على راويه يا طه. توصي مين بس يا حاج؟ دي راويه في عينيا. عمك حسون الله يرحمه ابويا دايما يقول لي اللي ملوش كبير يشتري له كبير. الدكانه دي حقي. لا مش حقك، ولا الحق اللي كان ابوك عايزه لما قال لك هات طه بس ورحمه ابويا لكون جايبه عليها وطيها وقايله لطه على كل حاجه. الحال اتبدل، الواطي عيني وبقى عامل فيها بيه. تعال نحط ايدينا في ايدين بعض ونفتح صفحه جديده تعود علينا احنا الاثنين بالصالح. رشاد عدى عليا في الاتليه بيقول انه جاي يراضيني يعني ويحل المشاكل اللي بينا، بيقول انه اشترى دكان جديد وعايز يشاركك فيه. هو انت بتشوفي صالح؟ طب انت لسه بتحبيه يا فضل؟ ايه الكلام ده؟ انا ست متجوزه وما يصحش كده يا صالح. ما تكتر فتح لجدك. بأمرت ايه؟ بأمرت انه ما صدق اني مت فرح خد عذاب، ولا كنت وحشه قوي فطلع مراتي مني؟ طب انا ميت، انت بقى اللي عايش عمل معاك ايه؟ الفتحه دي اصلا ما بتدريش غير في الخير وبس، لكن انت عمرك ما كانت نيتك خير يا رشاد من ناحيتي. لا وانت كنت دخلت جوه نيتي وهي قالت لك كده يعني؟ احمد ربنا ان مفيش حد بيشوف نوايا الناس، غير كده كان زمانك واقف في الشارع لوحدك محدش حواليك. ما انت اتكلمت ما اتكلمتش ما انا هعرف، ما تخلص. هي دي اللي هتجيب حقنا اللي جدي ادى لعمي؟ اصل طه ما كانش عايز. مالكش دعوه بطه، انا اللي هرفع القضيه. طب ايه قولك بقى ان السوق ده بتاعي؟ بس لو طلع مش ملكك يا رشاد انا اللي هقطع رجلك بالسوق كله، وهتبقى فضيحتك بقى اكبر من فضيحه ابوك. انا شكلي كده هخليكي تعملي لي فستان تاني عشان لما سراشاد ياخد البكوي اليق بيه. انت من بكره الصبح هتتنازع عن القضيه ومش هقولها تاني. ولو ما اتنزلتش يا طه انا مش سيب حد يمرمط اسمنا تاني يا صالح. فيو مشاهده اكثر بحث اقل.